بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد المرشد الحكيم والمعلم العظيم والهادي البشير، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضورنا الأعزاء، نحييكم من القلب تحية خالصة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في اليوم الثالث من الملتقى الافتراضي للتعليم الإلكتروني، والذي تنظمه وكالة جامعة شقراء للشؤون التعليمية، تحت عنوان جهود المملكة العربية السعودية في دعم التعليم الإلكتروني. نعم دكتورة. أيتها السيدات والسادة، اسمحوا لنا ببدء جلستنا الثالثة والأخيرة من هذا الملتقى، والتي يديرها سعادة الدكتور سعيد بن سعيد الأكلبي، أستاذ تقنيات تعليم المشارك بجامعة شقراء، فليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله جميعا في هذا الملتقى المبارك الذي يترأسه سعادة الأستاذ الدكتور رئيس جامعة شقراء دكتور علي السيف، وبمتابعة سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز السياري، ودعم الفني من عمادة تقنية المعلومات ووحدة التعليم الإلكتروني التي تترأسها الدكتورة أسماء الشهري. اليوم سنتكلم إن شاء الله في المحور التعليم الإلكتروني الفعال، ومعنا كل من سعادة الدكتور حمد ناصر العضياني، أستاذ تقنيات التعليم المساعد في كلية التربية والمهتم بالحاسب الآلي والتقنيات التعليمية الحديثة، وسوف يتكلم عن جلسة مهارات المعلم الرقمية، وستتمحور هذه الجلسة عن مهارات التعامل مع أنظمة إدارة التعلم، ومهارات التعامل مع المحتوى الرقمي، ومهارات التعامل مع الفصول الافتراضية، ومهارات التقويم الإلكتروني. فليتفضل سعادة الدكتور حمد، مشكورا بما لا يزيد عن ربع ساعة. دكتور حمد معنا؟ طيب، كما أنه معنا في هذا الملتقى سعادة الدكتور أمجد بن يوسف الدويش، والأستاذ في كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، وعنوان الجلسة عن الابتكار في التعليم الإلكتروني، وبمشيئة الله سيتحدث عن العامل الأساسي للتحول إلى التعليم الإلكتروني، وكذلك سيتكلم عن التعليم التقليدي وأساليبه وطرق ابتكار والتنوع التعليمي. أستاذ أمجد حياكم الله، وتتفضل مشكورا بما لا يتجاوز عن 20 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الأخوة المنظمين على هذه الدورة، وراح إن شاء الله نتكلم عن مثل ما تشرف سعادة الدكتور عن الابتكار في التعليم الإلكتروني. المحاضرة إن شاء الله راح تكون ما بين 10 إلى 15 دقيقة، راح أتكلم فيها عن الابتكار في التعليم الإلكتروني. معكم أخوكم أمجد يوسف الدويش من كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات،
المحاضرة راح تكون بإذن الله عن راح أتكلم فيها نبذة عن الابتكار بشكل عام، وراح أتكلم فيها عن مدارس الابتكار المختلفة. أيضا راح أتكلم بإذن الله عن الابتكار في رؤية 2030 رؤية المملكة. أخيرا راح أتكلم عن ابتكار التعليم في الجامعات. راح نبدأ أول شيء بتعريف تعريف الابتكار. الابتكار له عدة تعريفات بناء على عدة توجهات، لكن الابتكار بشكل عام هو يعتبر البحث عن الأفكار والتفكير خارج الصندوق. أيضا يمكن تعريف الابتكار على أنه إيجاد طرق أو أساليب جديدة وتطبيقها على الواقع الحي. أيضا تكلم ديفيد بوركس، أحد الكتاب وأحد العلماء المشهورين أو المهتمين في الابتكار، على أنه لن يعوق الابتكار عدم وجود الأفكار، بل عدم ملاحظة الأفكار الجيدة الموجودة بالفعل. مثال على هذه المقولة اللي هو مثلا لو كان عندنا أفكار موجودة في مجال العمل أو في المؤسسة أو في الجامعة أو في أي مكان كائن من كان، ما يعوق الابتكار إلا تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع. لدينا أيضا مثال واضح ومثال بسيط يتمحور حول التقاط الفكرة في حل المشكلات أو تحسين الخدمات أو تطوير المنتجات في العامل الأساسي، يعتبر هو العامل الأساسي في الابتكار. ومثال على هذا ما حصل في أواخر التسعينات في شركة إكسروكس، في أحد معامل شركة إكسروكس بكاليفورنيا، ابتكر أحد المهندسين أو مجموعة من المهندسين ابتكروا جهاز الكمبيوتر الشخصي. طبعا شركة إكسروكس كانت مهتمة في تصنيع أجهزة الحاسب العملاقة، أجهزة الحاسب المكتبية. قام أحد المهندسين بتطوير جهاز شخصي، لكن مشكلة مجلس الإدارة حق الشركة هذه ما اهتموا في الفكرة هذه، أو يعني كان عندهم قناعة أن الفكرة هذه غير مجدية أو غير فعالة. في الصدفة زار العمل هذا صاحب شركة أبل ستيف جوبز، أعجب في هذه الفكرة واستقطب المهندسين ووظفهم عنده في شركة أبل، وحققت الفكرة هذه نجاح مبهر ونجاح كبير، وصارت شركة أبل وشركة مايكروسوفت لاحقا من أكبر الشركات التي تهتم في أجهزة الكمبيوتر في العالم. فالمشكلة الأساسية في الابتكار اللي هو وجود فكرة بس، لكن الفكرة هذه لا يتم استقطابها ولا يتم توظيفها في أرض الواقع. الابتكار تعريفا هو التفكير خارج الصندوق واكتشاف أفكار جديدة وتطبيقها، يجب تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع. راح نتكلم عن مدارس الابتكار. في مدارس الابتكار في كذا مدرسة، في مثلا مدرسة MIT، في مدرسة ستانفورد، وفي مدرسة هارتفورد. كل مدرسة تلخص أنواع الابتكار، أو تلخص كيف أن الابتكار ممكن يتمحور أو ممكن يتكون في فكرة معينة. فمثلا لو أخذنا مدرسة الابتكار في جامعة MIT، جامعة الأمريكية للتقنية، قسمت أنواع ثلاث. النوع الأول يكون تقني، ويكون الفئة المبتكرين لهذا الابتكار يكونون مندفعين بالتقنية. النوع الأول يكون تقني، ويكون صاحب الفكرة هذا مندفع بالتقنية، يكون صاحب الفكرة هذا شخص تقني يحب التقنية، يحب تطبيق التقنية في جميع الأعمال التي يقوم فيها. فهذا يسمى شخص مندفع بالتقنية، ونوع الفكرة يكون تقني. طبعا فئات الابتكار ممكن تكون جذرية أو كلية، بحيث يكون تطبيق الفكرة هذه على جميع البزنس موديل مثلا، أو يتم تطبيق هذه الفكرة على جزء معين من هذا البزنس موديل.
النوع الثاني من أنواع الابتكار اللي هو ابتكار إجرائي، نوع يسمى ابتكار إجرائي، ويكون ابتكار الإجرائي عن طريق إجراءات تكون تدريجية، ويكون صاحب الفكرة هذا أو صاحب الابتكار هذا يكون لديه مشكلة معينة لكنه لا يعلم الحل، فيبدأ في إيجاد حلول تدريجية لحل المشكلة، ويسمى هذا الابتكار ابتكار إجرائي، ويكون فيه فئة الابتكار تكون تدريجية. النوع الثالث اللي هو يكون ابتكار على نموذج العمل، ويكون غالبا جانبي، يكون غالبا جانبي، يكون ويكون صاحب الابتكار هذا يكون راغب عن التميز، يكون عندنا نظام معين نظام ناجح سواء الكتروني او غير الكتروني، لكن يحتاج صاحب الابتكار هذا انه يتميز في مجال معين او انه يحاول يطور النظام المعين هذا، فيطلع في فكره معينه تكون جانبيه، ويسمى هذا الابتكار نموذج العمل. ايضا المدرسه الثانيه اللي هي مدرسه ستانفورد، مدرسه الابتكار في جامعه ستانفورد، لخصوا الابتكار اي مجال معين الى نوع يسمى التفكير التصميمي، يسمى التفكير التصميمي، بحيث انه يكون له عده اجراءات. الاجراء الاول اللي هو ايجاد المشكله امبثايز، يليها تعريف المشكله او تعريف العائق في النظام المعين اللي يسمونها ديفاين، بعدين ايديت اللي هو ايجاد فكره او ايجاد حل معين، بعد ذلك البروتوتايب اللي هو انتاج موديل معين او انتاج حل، نموذج حل لهذه الفكره او لهذا الابتكار، اخيرا اللي هو التست اللي هو الاختبار، اختبار النموذج هذا البروتوتايب، اختباره على المشكله، واذا حل المشكله يكون الان انتهينا من الابتكار هذا، ويمكن تطبيق الابتكار على ارض الواقع. فهذه مدرسه ستانفورد. في مدارس ثانيه لكن الوقت لا يسعنا الا نتكلم عنها، فاخذت انا اكثر مدرستين شيوعا اللي هي مدرسه MIT والمدرسه الثانيه اللي هي مدرسه ستانفورد. راح نتكلم عن الابتكار في الرؤية. الابتكار في الرؤية، أول شيء لازم نتكلم عن علاقة الرؤية بالتعليم الإلكتروني، علاقة الرؤية بالتعليم الإلكتروني. فلو نظرنا إلى الرؤية وعلاقتها بالتعليم الإلكتروني، الرؤية هي بحد ذاتها تعتبر ابتكار جديد، وأيضا الابتكار هذا قائم على التحول الاقتصادي من اقتصاد مبني على النفط إلى اقتصاد معرفي، تحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد معرفي. الاقتصاد المعرفي يتوافق مع التعليم، وهو الاستثمار في استثمار برأس المال البشري وأساسه التعليم. فلو يعني أردنا أن نحول الاقتصاد من قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على عدة مجالات أخرى، فلازم إحنا نستثمر في الأشخاص اللي هم الشعوب. الشعوب لازم تتطور عن طريق التعليم، سواء التعليم التقليدي أو التعليم التقني. لكن رؤية 2030 مهتمة في التعليم، ليست مهتمة في التعليم التقليدي بشكل كبير، مهتمة في التعليم الرقمي أو التعليم الإلكتروني بشكل كبير. أيضا من ضمن البرامج المنبثقة من رؤية 2030 برنامج تنمية قدرات البشرية. تنمية قدرات البشرية يكون عن طريق التعليم الإلكتروني. ففي ناس موظفين الآن أو في ناس على رأس العمل أو ناس كوادر لديهم خبرات عالية، لكن إحنا الرؤية ترى أن لازم تتطور هذه القدرات البشرية عن طريق يكون التعليم الإلكتروني أو التعليم الرقمي، بحيث أنها تكون متوفرة 24 ساعة، بحيث أن الشخص هذا يجد حل يجد وقت يعني مناسب لأخذ هذه الدورة. أيضا من الأمثلة اللي من أمثلة المنصات التعليمية اللي طلعت بعد رؤية 2030 اللي هي منظمة أو أكاديمية مسك، تعتبر من الأمثلة الجلية اللي تتأكد ارتباط التعليم بالرؤية الأكاديمية. طبعا مؤسسة مسك لديها ثلاث مجالات، أو تتمحور البرامج التعليمية في مسك إلى ثلاث برامج،
البرنامج الأولي اللي هو التكنولوجيا، والبرنامج الثاني الإعلام الرقمي الإبداعي، والبرنامج الثالث تنمية المهارات القيادية. فأكاديمية مسك من الأمثلة الجلية على اللي تأكد ارتباط الرؤية بالتعليم الرقمي أو التعليم الإلكتروني، اللي هو استثمار في رأس المال البشرية، ولديها ثلاث برامج تعليمية، اللي هو البرنامج الأول اللي هو التكنولوجيا اللي هو أساس التعليم الرقمي، والنوع الثاني الإعلام الرقمي والإبداعي، والنوع الثالث المهارات القيادية. راح أتكلم عن الابتكار في التعليم الجامعي. الآن في الوقت الحالي مخرجات التعليم الحالي في أغلب الجامعات تتوافق مع التعليم، مع سوق العمل، مع متطلبات سوق العمل. فنجد فيه كثير من من أصحاب الشهادات العاضلين عن العمل، أو أنهم يمارسون عمل ليس مرتبط بالشهادة اللي هو حصل عليها. فنجد فيه كثير من الموظفين مع شهادة مثلاً، لكن يمارس عمل غير ليس له علاقة بالشهادة اللي حصل عليها. أيضاً من الأسباب اللي تخلينا نفكر أو نحاول نبتكر طرق جديدة في التعليم الرقمي، اللي هو نتائج الأبحاث في المراكز البحثية. مثلاً عندنا فيسبوك، جوجل، تويتر، تسلا، أمازون، علي بابا، متقدمة بشكل كبير عن الجامعات. فهذا يدل على أن الجامعات أو مراكز الأبحاث في الجامعات لا تقدم نتائج مثل ما تقدمها الشركات. أغلب الناس اللي يحاول يتطور سواء تطور بحثي أو تطور معرفي يبحث عن شركات وليس يبحث عن جامعات، سواء في مجال العمل أو في مجال تطوير الذات. فهذه من الأشياء اللي تخلينا نفكر في ابتكار في التعليم، سواء التعليم الجامعي أو التعليم ما قبل الجامعي. أيضا في من أسباب تأخر تعليم ظهور نماذج تعليمية جديدة مثل مايكرو ديجري ونانو ديجري. دكتور أمجد الآن منتصف الوقت حتى تستعجل لنا قليلا بعد ذلك. طيب، من الأشياء اللي شالت من معظم الشركات أو معظم المواقع الإلكترونية أنها تعطي دورات أو تعطي مخرجات تعليمية جديدة مثل مايكرو ديجري أو نانو ديجري، منصة يوديسيتي اللي تعد نموذج جديدي بحيث أنها تعطيك دورة تدريبية لمدة تقريبا 6 إلى 7 شهور أو 8 شهور، بحيث أن الدورة هذه تضمن لك التوظيف. فبعد ما تحصل على الدورة هذه وتجتاز الاختبار، نفس المنصة هذه تضمن لك أنك تتوظف بناء على الشهادة هذه. فلو ما توظفت خلال فترة معينة تقدر ترجع وتأخذ تحصل على المبلغ حق الدورة. ايضا من مشاكل التعليم التقليدي، في توقعات تقول ان التعليم التقليدي راح يتقلص خلال فتره زمنيه ما بين 15 إلى 20 سنة راح يتقلص التعليم التقليدي. ايضا راح استعرض معكم تقرير من EduCase Horizon Report. التقرير هذا عام 2019. التقرير يتمحور حول خط زمني من 2019 إلى 2023، يتكلم عن حقبات زمنية مثلا من 2019 إلى 2020، 2020 إلى 2021. راح أتكلم عن كل واحدة في سلايد. الفترة من 2019 إلى 2020 يقول لك أن الابتكار في التعليم الإلكتروني خلال هذه السنة راح يكون عن طريق الجوال، بحيث أن التعليم راح تكون المتعلم ممكن أنه يحضر الدورات أو يحضر المحاضرات عن طريق الجوال. طبعا هذا مبني على الانترنت، شبكة التواصل. ايضا ظهور عدة مواقع او عدة منصات تقدم هذه الخدمة مثل خان اكاديمي، كورسيرا، ايضا يوديسيتي، وايضا نون اكاديمي. الفترة اللي بعدها الفترة من عام 2020 الى 2021 الابتكار في الواقع الافتراضي اللي هو فيرتشوال رياليتي او ارتفيشال انتليجنت، ويتم تطبيقه حاليا في كليات الطب والعلوم في جامعات امريكية. ايضا تستخدمه منصة كورس إيرا مبنية على الذكاء الاصطناعي، بحيث أن الشخص هذا يكتب CV عنه، ونفس المنصة تقترح عليك أو
تعطيك كورسات ممكن أنك أنت تأخذها عشان تطور نفسك. أيضاً كورس إيرا هذه تمتلك أكثر من 44 مليون مستخدم، وتمنح 16 درجة علمية بشهادات احترافية والجودة العلمية والموثوقية في التعليم الإلكتروني، بحيث أن الموظف أو الشخص الحاصل على الدورة هذه ممكن أنه يتوظف بشكل سريع. أيضاً في عندنا نموذج آخر مبتكر مشارك من جامعة أريزونا ستيت بالتعاون مع إيدكس، بحيث أن الجامعة هذه يكون برنامج السنة التحضيرية عن طريق منصة إيدكس، يأخذ الطالب فيها كورسات معينة مدة 6 شهور، إذا اجتاز الكورسات هذه يقدر يدخل التخصص اللي يريد بناء على السنة التحضيرية اللي أخذها وبناء على الدرجات. يتم تحليل الدرجات ومستوى الطالب عن طريق الذكاء الاصطناعي. الفترة الأخيرة للفترة من عام 2021-2022 سيكون الابتكار فيها عن طريق البلوك تشين عن فيرتشوال أسيستنت. راح تنتقل جميع التقنية، راح يكون التعليم الإلكتروني مبني على البلوك تشين والفيرتشوال أسيستنت. في أمثلة حالية الآن مستخدم فيها البلوك تشين، مثلا تجربة جامعة وولف الأمريكية في استخدام بلوك تشين، بحيث أنها بنت عملات رقمية على البلوك تشين، على تقنية البلوك تشين. والعملات الرقمية هذه ممكن الطالب أو ممكن الموظف يستخدمها ويشتري فيها كورسات أو يدرس فيها. أيضا في عندنا مثال على استخدام تقنية البلوك تشين في جمع وتوثيق الشهادات الأكاديمية، قامت فيه جامعة أريزونا في الولايات المتحدة، بحيث أن الطالب لا يحتاج إلى جامعة إلى شهادة ورقية، يحصل على فقط شهادة إلكترونية، ويمكن توثيق الشهادة الإلكترونية هذه عن طريق تقنية البلوك تشين. انتهت المحاضرة، اللي عنده سؤال يتفضل. أشكرك دكتور أمجد على هذا العرض الرائع والمتميز الحقيقة الذي تحدثت عنه قبل قليل في الابتكار. والحقيقة بيئة الجامعة هي البيئة المناسبة لدعم المبتكرين سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، والاستفادة من إمكانيات الأساتذة والبنية التحتية التي توفرها جامعتنا، جامعة شقرة الموقع. لعلك تنتظر معنا دكتور أمجد، ونترك بقية الأسئلة عرض الزملاء، لعلك تنتظر قليلا. والآن نأخذ الجلسة الثانية لسعادة الدكتور حمد ناصر العضياني، والذي تحدثنا عنه قبل قليل أنه سيتناول مهارات المعلم الرقمية، المهارات المعلم الرقمية. وأنتم تشاهدون الآن عندما تحول التعليم إلى التحول الرقمي، أصبح المعلم مطالب بمهارات أكثر دقة، وكذلك تستوجب المعلم مزاولة تلك المهنة وتحدي الذي واجه الدول الآن. دكتور حمد، الميكروفون إليك إن شاء الله، ولعلك تختصر الورقة في 20 دقيقة فلتتفضل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولعلي أبدأ بأربع نقاط يا دكتور سعيد، ولا تحسبها من ضمن الوقت 20 دقيقة، أعتقد أنها قليلة جدا. الأمر الأول اللي هو ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، وبهذه الذكرى نجدد البيعة والسمع والطاعة في المنشط والمكتب. الأمر الآخر، بداية هذا الأسبوع يوم تحديدا كانت قمة مجموعة الـ20، وكانت هذه القمة عن بعد وبأيدي سعودية، يعني المهارات الرقمية سعودية 100%. فلم نجاح هذه القمة، ولنا الشرف في هذا، أنها بأيدي سعوديين وشباب، وهذا إنجاز، وهذه المهارات التي نتحدث عنها. الأمر الثالث اللي رؤية المملكة العربية السعودية، والتي يعني يتبناها سيدي صاحب السمو الملكية الأمير محمد، وهي التحول الرقمي، يعني المعلم يفترض أن يكون رقميا
الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم الرقمي. أنا هنا عندما أتكلم عن معلم فأنا أقصد المعلم وعضو هيئة التدريس، المعلم أو المعلمة، عضو هيئة التدريس أو، لكن اختصارا للوقت نقول معلم، وهذا يشمل عضو هيئة التدريس وعضوة هيئة التدريس والمعلم والمعلمة، الجميع سواء. الأمر الثالث اللي هو شكر، أو الأمر الرابع شكر للقائمين على هذا الملتقى. الملتقى الأول الشكر موصول لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية ولقائدها أو عميدها الدكتور عبد العزيز السيدي، جزاه الله خير على هذا الملتقى، والقائمين على هذا الملتقى وعلى رأسهم أيضا الدكتورة أسماء الشهري والدكتور سلطان، جزاهم الله خير على هذا الملتقى، لعل بداية إن شاء الله لملتقيات أخرى. وبما أن الملتقى الأول الله أن يعني نتوقع أن يكون عندنا ملتقى ثاني وثالث ورابع ويكون بالنسبة لموضوعنا مهارات المعلم الرقمية، لعلها عدة مهارات، ولو أذكر هنا 20 مهارة في 20 دقيقة، المهارة فقط لا يعني يفترض أنها لا تذكر، يكون لها تطبيق أو يكون لها، وبالتالي أشوف الوقت ضيق جدا. نمر مرور سريع جدا على هذه الشرائح، طبعا الشريحة الأولى والثانية. المحاور يتكلم عنها محاور عن أنظمة إدارة التعلم ومهارة التعامل مع المحتوى الرقمي ومهارة التعامل مع الفصول الافتراضية الإلكترونية. أنا ركزت على بعض الأشياء اللي نحتاجها هذا الشهر، خصوصا أننا مقبلين على اختبارات نهائية. المعلم أو عضو التدريس لديه المهارة، وأكاد الجميع لديه المهارة الحاسب الآلي. ولو تسأل الآن أي كان من سن 4 سنوات إلى 100 سنة، هل معك هاتف ذكي؟ الموجود لدينا أو بيدينا عبارة عن حاسب آلي كفي، يعني وليس لابتوب ولا ديسكتوب، وبالتالي الجميع يستخدمه. وعندما تسأل الطالب المعلم هو يقول لك أنا ما أعرف الحاسب الآلي، طيب تعرف للجوال؟ قال أعرف للجوال، ترسل رسائل، تخزن، تحمل، ترسل البريد الإلكتروني، كل الوسائل وكل المهارات اللي تستخدمها في الحاسب الآلي المكتبي أو اللابتوب كلها موجودة على الجوال. إذن أنت تجيد المهارات الأساسية للحاسب الآلي بشكل عام، حتى أن توزيعة لوحة المفاتيح الموجودة على الجوال هي نفسها توزيعة المفاتيح الموجودة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر، وبالتالي المهارات الأساسية موجودة. لكننا بالنسبة للمعلم نحتاج إلى مهارات متقدمة شوي. أحياناً ممكن معلم يقول أو عضو التدريس كيف اكتسب هذه المهارات؟ اكتسبها طرق اكتساب هذه المهارات، طريق حضور دورات، هذا واحد، طريقة البحث في اليوتيوب أو في الانترنت بشكل عام، تجد من المقاطع ومن المواقع ما شمل جميع المعلم تنزل اليوم الثاني وتلقى مقطع تدريبي عليها، وبالتالي لا عذر لأحد، وإنما هنا يعتمد على حماس الشخص وحرصه على تطوير ذاته. وبالتالي هذا هو الفرق بين المعلم الحريص واللي يستخدم التقنية بشكل فعال، وهذه تحتاج إلى يعني صبر. أن بعض المهارات الموجودة، هل المهارة ما قبل كورونا هي نفسها ما بعد كورونا؟ المهارة موجودة، بعد كورونا احتاجنا إلى تطبيقات، إلى منصات، إلى وبالتالي هنا لا يجدد المهارة. يعني يستحيل أن يكون المعلم دائما بمهارة واحدة يقول تعلمت الأوفيس خلاص يكفي، لا، يطلع لنا برمجيات جديدة، يطلع لنا تطبيقات جديدة، يطلع لنا معالجات صور، معالجات نصوص، معالجات برامج كثيرة جدا زي الطب. الطبكل شوية طلع لنا مرض جديد، علاج جديد، وبالتالي يحتاج الطبيب أنه يقرأ باستمرار. كذلك المهندس يعني يصنع جهاز جديد، يكتشف شيء جديد، وبالتالي العلم متطور ومتجدد، وخصوصا في هذا الزمن اللي فيه تسارع كبير جدا جدا في الأجهزة وفي الاتصالات والبرمجيات بشكل عام. لذلك يعني يفترض أن يحرص المعلم على تطوير نفسه وتطوير نفسه ذاتيا. لا يقول ولا أي معلم أو معلمة أو عضو تدريس إني لا، ما في دورات تدريبية، دورات التدريبية موجودة الدورات التدريبية تقدر تكتسبها أن تدخل على المنصة، منصة مدرستي بالنسبة للمعلم، مودل بالنسبة لمنصة الجامعة، بلاك بورد،
أقدر أختبر نفسي ونفسي مع زميل، أنا أغلب المهارات من خلال زميل آخر، أخذت مثلاً طالب من الطلاب ودخلت في جهاز ثاني عندي وقمت أجرب الأدوات، عملت الأداة هذه طلعت حساب الطالب وشفت الدكتور ايش يسوي وأجرب أدوات. إلى أيضا بإمكان عضو التدريس أنه يجرب مع زميل آخر، طيب الآن عندي السبورة، الآن بأضيف لك كذا، الآن بسوي كذا، الآن جالس يجرب ويتعلم، ولو يدونها يكون أفضل في المهارات، مهارات التصميم، مهارات استخدام المقررات الإلكترونية، مهارات توجيه وإرشاد، كل هذه المهارات المعلم الرقمية المفترض أن المعلم يتعلمها ويتقنها باستمرار. مهارات التعامل مع أنظمة إدارة التعلم، مهارات أنا بضرب مثال على إدارة التعلم وإدارة المحتوى أو الفصول الافتراضية. إدارة التعلم كأنها نظام إدارة التعلم زي المدرسة، هذه المدرسة الافتراضية، إدارة التعلم مكونة من طلاب، مكونة من أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين، مكونة من كتب، من مقار، من أنشطة، من ساحة، من هذا هو نظام التعلم، يعني زي بيئة المدرسة، بيئة تعليمية متكاملة اللي هي المدرسة. طبعا البيئة هذه والنظام هذا ما يدخل في النظام هذا المدرسة، ما يدخل فيها إلا يفترض ما يدخل فيها إلا المعلم المسجل له ملف ومرسل، أو الطالب المسجل له ملف داخل، كذلك النظام، النظام يفترض يكون النظام المسجلين رسميا في هذه، زي طلاب جامعة شقرة في منصة جامعة شقرة، لا يمكن أن يكون لدينا طالب من التعليم العام أو لدينا طالب من جامعة أخرى مسجل عندنا، لا، وكل طالب لديه محتويات. هذا هو نظام إدارة التعلم بشكل عام كمثال، وهذا يختصر لي بثلاث أربع شرائح. نظام إدارة التعلم زي بيئة المدرسة، مكون من معلمين، مكون من إدارة، مكون من طلاب، مكون من كتب، قاعات دراسية، مكون من مراكز أنشطة داخل المدرسة، هذه كلها بيئة تسمى إدارة التعلم. لكن هذه هي في الواقع، بينما إدارة نظام التعلم LMS Management System هذه افتراضية على الرقم. مهام إدارة التعلم، مهام نظام إدارة التعلم مهام كثيرة جدا، ممكن احنا إدارة كل من المستخدمين، طلاب، إداريين، معلمين، المادة العلمية، الاتصال بين المعلم والطالب، الأنشطة المدرسية مثل الواجبات والاختبارات، كل هذه من المهام الموجودة. المكونات الرئيسية لأنظمة التعليم، واجهة النظام، أدوات التأليف، أدوات الاتصال بأنواعها الموجودة داخل هذه النظام أو هذا النظام. أمثلة والأمثلة كثيرة جدا جدا، من ضمنها مدرستي بالنسبة للتعليم العام، موديل، بلاك بورد، وهذه تختلف على حسب المؤسسة الحكومية أو الأهلية اللي تستخدم النظام الأنسب لإمكانياته وأنسب لطريقتها في التعامل معه. عندي مهارة إدارة المحتوى، مهارة إدارة المعلم نفسه، أحد أمرين، إما مصمم أو منتج للمحتوى أو مستخدم للمحتوى. إذا كان منتج للمحتوى، إن المعلم يقوم بإنتاج محتوى، فلا بد يكون عنده مهارة التصميم، لا بد يكون عنده مهارة برمجية، عنده برنامج معين يقوم بتصميم هذا المحتوى تصميما تعليميا، وليس تصميم بس كلمات متراصة، لا، التصميم التعليمي له خطوات وله عناصر، منها تحليل خصائص المتعلمين، التصميم لتوصيف كيف سيتم التعامل مع المتعلم، تطوير، تنفيذ، وتقويم. لكن حنا هنا يعني غالبية المعلمين وغالبية أعضاء التدريس مستخدمين وليس منتجين، وبالتالي لابد أنك تبحث عن المنتج أو عن المادة التي تساعد في أو المادة التي توصل أو الطريقة التي توصل الهدف التعليمي إلى طلابك في المنصة. عندي هنا المحتوى الإلكتروني، المقصود بالمحتوى الإلكتروني اللي هو البيئة المعلوماتية والمصادر العلمية الإلكترونية التي وصياغتها وإنتاجها ونشرها يتم توزيعها وعرضها باستخدام تكنولوجيا التعليم. وقد تكون هذه المصادر المواد الإلكترونية التعليمية متاحة في شكل أو في صياغة أو في نص، وعادة تكون مصاغة كمستندات
إلكترونية أو وثائق أو نصوص ملتي ميديا بشكل عام. إدارة المحتوى هي جمع واختياره تنظيمه إعطاء كل عنصر أو معلومة اسماً فعلاً أو حفظ المحتوى بأحدى الصورة رفع هذا المحتوى مثلاً على مستودع. عذراً دكتور حمد لعلك تستعجل فأنت شرفت على الانتهاء، لعلك تستعجل دكتور. أنا متعود أنك تبلغني نص الوقت. هذا هو نصف الوقت ولكني تفضل. لا لا يستعجل لأن فيها أشياء يعني. تفضل دكتور. طيب أشكال المحتوى أو المحتوى الرقمي أشكاله إما على شكل فيديو أو على شكل رسومات أو على شكل كتب تباعرية أو على شكل وسائط أو على شكل أسلوب ثابتة، هذه على حسب المادة العلمية. بعض المواد طبيعتها نظري وبالتالي يمكن نصوص، ويمكن بعض المواد صور، بعض المواد تحتاج إلى حركة أو إلى مقاطع فيديو بعض، وهذه تختلف على حسب طبيعة المادة. كما ذكرنا قبل شوي إن المحتوى التعامل مع المحتوى الرقمي إما يكون الشخص منتج لهذه أو لهذا المحتوى ويحتاج للتصميم التعليمي ويحتاج إلى برنامج لتأليف المحتوى، أو يكون مستخدم لها وهذا ممكن يكون منتج لها، لابد يكون عندك مهارة التصميم التعليمي. ويستحيل أن نعطى مادة علمية أو مادة تعليمية بدون تصميم تعليمي. غير كذا إذا صممت المادة التعليمية بدون تصميم تعليمي فهي مجرد جمع معلومات بدون تفاعل، بدون مراعاة للفروق الفردية، بدون مراعاة الفئة العمرية، بدون مراعاة الوسائل التعليمية، بدون. وبالتالي الغالبية هنا من المعلمين ليسوا منتجين لها، وهذه تحتاج إلى متخصصين. ولعل مجالنا احنا في قسم تقنيات التعليم اللي هو التصميم التعليمي ايضا تحتاج الى شخص يستخدم برنامج التاليف او برامج التاليف للمحتوى، ممكن عن طريق الباوربوينت، ممكن عن طريق برامج اخرى مثل ستوري لاين، كثير البرامج التاليف، لكن احنا مستخدمين لها ونبحث عنها في الموارد المفتوحه. ممكن نلقاها في محتوى الكتروني في جامعه اخرى، ممكن نجدها في منصه شمس، ممكن لطلاب حقين التعليم العام يجدون محتوياتهم او موادهم العلمية في منصة عين. المستودعات الرقمية بإمكاننا نلقاها على السحب الرقمية أو على المستودعات على الدروب بوكس أو على الون درايف أو على جوجل درايف أو شبكات التواصل. من خلال شبكات التواصل أقدر أتواصل مع المختصين، مع الزملاء يعني المشابهين في نفس التخصص، أخذ منهم المعلومة أو أخذ منهم المحتوى أو أتبادل معهم المعلومات الموجودة. ننتقل إلى مهارة التعامل مع الفصول الافتراضية. مهارة التعامل مع الفصول الافتراضية هي نفسها قديما او قبل الفصول الافتراضيه معلم داخل القاعه قدامها الطلاب داخل القاعه عند السبوره عند الطباشير، واذا كانت المدرسه متقدمه شوي يمكن يكون عنده بروجيكتور. في الفصول الافتراضيه او الفصول الرقميه لا، كل شيء الكتروني وعن بعد، وبالتالي نستخدم فيها الفصول الافتراضية. والفصول الافتراضية كثيرة جدا، ويتفنن فيها كل من يتعمق في أدواتها يتفنن في هذه الفصول الافتراضية، وهي فعلا أو حقيقة يعني كأنها بالضبط مع طلابك وداخل القاعة أو داخل حقيقة يعني في بيئة يعني. هذا إذا أتقنت الأدوات، إذا عندك مهارة تشغيل الكاميرا في الوقت المناسب، مهارة استخدام المحادثة، مهارة استخدام البرامج داخل الفصول، مهارة المشاركة، مهارة الاستعانة باليوتيوب، مهارة فتح بريد إلكتروني، مهارة السبورة البيضاء أو السبورة الفنلندية، مهارة وكثير من المهارات اللي يحتاجها المعلم أيضا داخل الفصول الافتراضية. يعني يفترض أن يكون المعلم داخل أو عضو هيئة التدريس لما تدخل على الفصول الافتراضية وتشغل الكاميرا، يفترض منطقيا كذا واحتراما لهذه المهنة انك تكون بزيك الرسمي او بزي يعني ما اقول الرسمي 100% لكن بزي فيه احترام وتقدير للاخرين او المقابلين. لو اخذ مقطع بعض المعلمين مثلا بقميص او بلبس غير لائق ولا لا، يفترض ان تحترم من عندك وتلبس انك كانك في فصل. ايضا حتى احتراما للاخرين داخل الفصول الافتراضيه، احيانا طالب او طفل او بنت مثلا تشغل كاميرا داخل بطريق الخطأ ويصور جزء من المدرسة، هذه فيها أمانة علمية، يفترض أن لا تنشر من المعلم أي أسرار أو أي خصوصية للأسرة أو للطالب،
سواء من ناحيه اجابات ممكن يجيك اجابه للطالب اجابه المعلم ينشرها في وسائل التواصل، هذا خطأ، هذا من عدم الامانه في العمل. واللي يتطلب علينا كمعلمين وقدوه ان نكون حريصين كل الحرص على خصوصيه طلابنا وخصوصيه عوائلهم من خلفهم. كما الناس لا تحب ان ينشر لها شيء، انت برضو تحب ان لا ينشر لك شيء. ولا الفصول اللي عباره عن فصول عاديه زي الفصول لكنها عن بعد، يستخدم فيها المحادثات النصيه والسبوره الالكترونيه والادوات والاداره التعليميه التي تمكن، فيها جانب تفاعلي، فيها جانب تشويقي، فيها جانب جذاب. ليست الفصول الافتراضيه فقط اعرض على البور وتعال يا طالب اسمع بس. حتى انا اعرف، انا شفت بعض المعلمين مثلا يقوم بتدريس الطلاب وهو جالس يراجع له دائره حكوميه او في سيارته او جالس ياخذ له اغراض من محل معين. لا، ما فيها احترام، ما فيها. يفترض انك تكون عندما تعطي فصل افتراضي او تقدم فصل افتراضي يفترض تكون في مكان لائق، في مكان ثابت، في مكان عندك ادواتك واستعداداتك، لان حصه رسميه، لان هذه وظيفتك، هذه التي انت تقاضى عليها وهذه انت مسؤول عنها امام الله سبحانه وتعالى. ميزات الفصول الافتراضيه، الميزات كثيره جدا جدا، يعني تتيح لعدد كبير من الطلاب امكانيه الدراسه من اي مكان. الطالب الفصول الافتراضيه احيانا قد تكون الدروس متزامنه، فصل افتراضي لايف قدام الطالب، واحيانا تكون غير تزامنيه، ممكن انزل على المنصه دروس والواجبات والانشطه المطلوبه، ولا حتى نفس الموضوع الطالب في اي وقت كان في الليل في النهار يستطيع ان يدخل على هذا الدرس ويحمله على ايضا. حتى الدرس الافتراضي اللايف بامكان المعلم يسوي له ريكورد تسجيل، ومن ثم الطالب يستطيع ان يحضر او ياخذ هذا الدرس ويستفيد منه في اي وقت. طيب، عندي بعض المهارات، مهارات التدريس، يعني تختلف عن مهارات التدريس. استخدام جميع الادوات الموجوده في الفصل الافتراضي، يعني ما يكون للطلاب في التدريس مثلا اثناء الفصل الافتراضي يفترض انك كل بعد دقيقتين ثلاث مثلا، يلا يا شباب الصوت مسموع، حطوا لي رقم واحد، الجميع يحط رقم واحد. انا بالطريقه هذه استطيع ان مثلا عندي قائمه الطلاب موجوده امامي، طالب رقم 13 فلان بن فلان، يلا سؤال اعطني كذا، لابد كل طالب يتوقع منه في اي لحظه. ايضا خلال الفصل الافتراضي اني ادخل على اليوتيوب واعطيهم مقطع، ادخل على صوره، اعطيهم لعبه، اعطيهم طرفه، اعطيهم الصوت اللي استخدمه الفصل الافتراضي كاني داخله. في بعض المواضيع ارفع الصوت، في بعض المواضيع ارخي الصوت، حتى استخدام الصوت يفترض ان يكون فيه تنوع حتى اثير ولا يكون ابتعد عن الروتين وعن هذه. بعض الفصول الافتراضيه الزوم والتيمز وكثير من الفصول، بعض الفصول الافتراضيه الموجوده داخل المنصات وخاصه في المنصات. انا عندي برضه فيما يتعلق ب الامان، مهاره الامان على الانترنت، وهذه مهمه، مهاره يفترض ان تكون لدى الجميع، يفترض ان يكون لدينا مهاره. ولعلي اليومين الماضي وخصوصا امس جاء تنبيه الى انه حصل اختراق للتيمز في احد المدارس عند بعض المعلمين، والسبب الرد على اتصل واحد عليهم وقال عندكم مثلا يدعينا الدعم الفني سوي معي الخطوات التاليه وهي طريقه اختراق. يفترض تكون حذر جدا جدا في تعامل قناة منصتي، انتشر رسالة على البريد الإلكتروني بريد وزارة المستخدمين منصة مدرسي وهذا وصول شحنة من أمازون برضو. تخيل دائما الرسائل التي تأتيك حتى تخترق، ما يجيك رسالة عادية، لا، يأتيك رسائل فيها تشويق، فيها إغراء لك، هذا أنك تضطر أنك تدخل. تحويل بنكي، يجيك عنوان غريب جدا جدا، يجي عندك فضول أنك تطلع على هذا العنوان وهو عبارة عن اختراق لوالد طالب، والطالب التهكير يوي عاجة تفاصيل. هذا أمس في الخبر، طالب أعطاه المعلم مشاركة لشاشة المعلم، والطالب كان عنده محاولات للتهكير، ومن خلال مشاركة المعلم اخترق منصة المعلم. وبالتالي خلك دائما حذر، أشد الحذر. لو تلاحظون هنا لعلك تختصر الوقت، ضيق جدا، دقيقة ونص معك. هذه تقريبا الأخيرة، تفضل.
هذه الهجمة الإلكترونية، توقع هجمة إلكترونية أي لحظة من اللحظات، وبالتالي يجب عليك بالنسبة لحماية جهازك أن تضع على جهازك برنامج، ولا يكفي أنك تضع برنامج حماية دون تحديث وتفعيل، لا بد أنك تحدثه من فترة إلى فترة. أيضا الحذر، كل الحذر من الروابط، ما تفتح رابط إلا أنت واثق فيه، ما تنزل برنامج إلا من فيه، ما تستقبل أو ترسل رسالة إلا لشخص تعرفه وتثق فيه جدا. حتى درجة الحماية أيضا حتى في وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا في الواتساب، ولعل نعاني منها كثيرا، بأن يرسلون روابط، هذا الرابط فيه اختراق أو فيه محاولة للاختراق، لكن التوعية والتثقيف يعني حد من هذه الظاهرة. لأن جميع الآن أي رسالة نطلبك أنك تنضم لنا في مجموعة جروب ولنا الشرف أننا نتشرف، طيب من أنت الشخص؟ أو شخص يرسل لك رسالة أنا زميلك وأحتاج إلى مبلغ وقدره، لا تثق في أحد. رسالة تجيك من أخوك أو من أبوك أو من أمك لا تثق فيها أبدا، أقول لي ارفع التليفون، ما تخسرك ولا شيء. هذا ما لدي بعض المهارات وبعض أيضا أنا عندي موضوع، بس لعل الوقت إن شاء الله سفنا. هذا برنامج أنا الآن برنامج عندي، وبرنامج عبارة عن سبورة، هذه السبورة فيها عناصر الاتصال. أنا بستخدم السبورة كمثال، تشوفون قدامكم هذا المرسل وهذا المستقبل اللي هو الطالب، المرسل هنا المعلم أو عضو هيئة التدريس، هذا هو أساس المرسل. طبيعي جدا عنده مهارات الحاسب الآلي، لكن احنا في المحتوى وفي الرسالة المحتوى الإلكتروني الوسيلة اللي نستخدمها في عملية توصيل هذا المحتوى إلى المستقبل، وبالتالي نحصل على تغذية راقية. أنا هنا بالبرنامج هذا برنامج مجاني سهل، تقدر تضيفه إلى الفصل الافتراضي. المهارات كثيرة جدا جدا، لكن أيضا عندي التقويم الإلكتروني، والتقويم الإلكتروني مهم جدا جدا. التقويم الإلكتروني ليس فقط امتحانات قصيرة، لا، الامتحانات القصيرة هذا جزء من التقويم. يفترض أني أقيم الطالب على أعماله داخل على الواجبات اللي يحلها، على دخوله، على ملف الإنجازات اللي يسويه، على المقابلات. أحيانا أحتاج لأن أختبر طالب اختبارا سريعا، ما يمنع أني طالب يلا افتح لي الكاميرا ويصور كأنه مقابلة شخصية. أحيانا اليوميات كم دخل، وخصوصا بعض المنصات تبين لك أو توضح للمعلم أو لعضو التدريس الطالب دخل كذا وراح المكان كذا، دخل على المدونة، دخل على المنتدى، كتب كذا، حل الواجب، أدى الواجب، عدد المشاركات كم مرة دخل، تقييم الزملاء. بعض الزملاء يقول للطالب قيم نفسك أو يقيم زميلك أو، لكن هذه كلها تجتمع في أنها تعطيني في التقييم النهائي للطالب، وليس كما عندنا حنا فكرة أن فقط اختبار وبناء عليه. ولذلك العام الماضي الجامعة وضعت 20% فقط للامتحانات القصيرة، باقي للأنشطة لدخوله حتى لحضوره. تستطيع أن من خلال المنصة أنك تعرف أن الطالب حضر، من خلال الفصول الافتراضية الطالب أمامك أصلا تعرف أنه حضر ولا ما حضر، من خلال هذا. هذه شروحات لكل جزئية من هذه الجزئيات، وهذه بعد الأدوات المستخدمة داخل المنصة. في النهاية الشكر الجزيل لرئيس الجلسة وللقائمين على هذا الملتقى، وشكرا لكم على حسن الاستماع. شكرا جزيلا سعادة الدكتور حمد على ما قدمه من هذه الجلسة رائعة جدا، وهي المهارات الرقمية للمعلم أو الأستاذ أو عضو هيئة التدريس كما ذكر. ثم أعرج قليلا على بعض النقاط التي ذكرها، والدكتور حمد حقيقة لديه الحرص دائما، بارك الله فيه، كسائر الزملاء يحاول نقل الخبرات والمعارف لبقية الزملاء، فكان مشحونا أثناء العرض جزاه الله خير، حتى يحث الجميع لاستخدام المهارات، وذكر ألا ينتظر عضو التدريس أو المعلم المؤسسة أن تدرب، بل يعتمد على
البرامج مفتوحة المصدر، وسواء اليوتيوب كما ذكر أو استراتيجية التعلم الذاتي، كما أن سعادة الدكتور وضع مثالا بسيطا في كيفية توضيح إدارة التعلم والمدرسة. وأذكر الجميع أن التعليم التقليدي هو الحقيقة سبق التعليم الإلكتروني، ثم نشأ فكرة التعليم الإلكتروني وهي محاولة من الفلاسفة والتربويين في أن يساعد التعليم التقليدي ويعمل في تحقيق أهدافه جنبا إلى جنب، وكذلك في معالجة بعض العيوب التي قد تعيق الهدف الأسمى، وهو نقل الخبرات من المعلم والأستاذ إلى المتعلم. وفكرة التعليم الإلكتروني كما ذكر الزميل المدرسة فكان مثال رائع الحقيقة. ثم ذكر لنا الفصول الافتراضية والتقويم الإلكتروني أو التقييم الإلكتروني الحقيقة وأساليبه. شكرا لك الدكتور حمد. ومعنا في الفقرة الأخيرة طلاب من جامعة شقرة يروون لنا ويحدثون عن تجربتهم حول التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد الذي كانوا معنا من بداية التحول الرقمي في الجامعة بعد صدور قرار وزارة التعليم وإدارة الجامعة بأن نكون سويا طلابا وطالبات والتعليم العام والجامعي في التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد. نرحب بالزميلين الطالبين إبراهيم بن عبد الله البعيز والطالب عبد الله بن عبد العزيز المنيع. ولعل نبدأ بالأستاذ إبراهيم. إبراهيم جاهز فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب إبراهيم عبد الله البعيز من جامعة شقراء، تحديدا كلية الحاسب وتقنية المعلومات المستوى السابع. في البداية أحب أشكركم بتاحة الفرصة لي وحرصكم لاختياري للمشاركة في هذه الجلسة الهامة للتحدث عن عملية التحول للتعليم الإلكتروني. تجربتي مع التعليم الإلكتروني كانت تجربة فريدة. في التحول للتعليم الإلكتروني كان الخيار الأمثل في ظل جائحة كورونا اللي تحيط بالعالم مثل ما نعرف، والتي تعاملت معها المملكة العربية السعودية بكل حرص واهتمام. وأدى ذلك إلى استمرار عملية التعليم بشكل سلس وبدون أي عوائق. فكانت صحة الطالب هي الأولوية الأولى للمملكة العربية السعودية. وبالتأكيد مع هذا التغيير الجذري للتعليم الإلكتروني الطالب سوف يواجه صعوبات أو تحديات. ومثال على هذه الصعوبات اللي واجهتنا كطلاب مثل صعوبة الدخول على المنصة سواء كان لتسليم واجب أو حضور محاضرات، وتغلبنا على هذه الصعوبة أو المشكلة عن طريق إيجاد منصات بديلة. ومثال على هذه المنصات برنامج زوم والجوجل ميت وويبكس من سيسكو، بحيث هذه المنصات البديلة تسهل العملية التعليم للطالب. وصعوبة أخرى واجهتنا كطلاب من ناحية الاختبارات انقطاع الانترنت أثناء أداء الاختبار أو تعطل المنصة عن العمل. فتم التغلب على هذه الصعوبتين أو المشكلتين بمساعدة وتفاهم أعضاء هيئة التدريس جزاهم الله خير، سواء كان بزيادة وقت الاختبار للطالب أو إعادته. وفي حال ضرورة الحضور للجامعة لأداء هذه الاختبارات فكانت الإجراءات الاحترازية مطبقة منذ اليوم الأول في الجامعة، سواء في عملية التحول إلى التعليم الإلكتروني أو الحضور لأداء هذه الاختبارات المطلوبة منا. وفي رأيي ومع ذلك ما زال هناك مجال كبير لتطوير وسائل جديدة كالاستفادة من تقنيات الواقع المعزز التي هدفها إيصال المعلومة للطالب بشكل جديد وفريد من نوعه. أشكر لكم حسن استماعكم وفي أمان الله. نحن كذلك نشكرك أستاذ إبراهيم على التجربة الفريدة والتي أبدأت رأيك بكل شفافية، وكذلك
نستمع إلى زميلك عبد الله. تفضل أستاذ عبد الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً. معكم أخوكم عبد الله بليزي من نيم كلية الحاسب بشقرة. طبعاً شرف اليوم اللقاء معكم عن موضوع التعليم الإلكتروني. في البداية أحب أشكر حكومتنا الرشيدة بوزارة التعليم على مجهودهم الواضح للجميع بالاهتمام بالتعليم والطلاب في ظل انقطاع التعليم ظل جائحة كورونا الحالية. كفانا الله وإياكم شرها. جميعنا نجهل فائدة التعلم الإلكتروني بدلاً من الحضوري من فوائد كثيرة بعد من انتشار الجائحة وسلامة الطلاب وضعية التدريس وعمل منصات إلكترونية للجامعات والمدارس. طبعاً تجربتي الشخصية مع التعليم الإلكتروني تعتبر جيدة جداً مع وجود المزايا والعيوب أيضاً. من المزايا تمكن من حضور المحاضرة في أي وقت عند تغيير المكان أو غيره، وبرضو إمكانية تسجيل المحاضرة إني أرجع لها في المستقبل بمراجعة وغيرها، وبرضو موجود المنصة الموضحة من أعمال الميزانية وغيرها. أما في الجانب الآخر والعيوب فيه عدم جاهزية الطالب نفسه. إحنا من بداياتنا كان تعليمنا حضوري مع وجود طبعاً الكوميونيكيشن سكيلز اللي هي مهارات الاتصال عند الدكتور نفسه من حركات يد وغيرها، وطبعاً مشاكل الاتصال اللي حدثت في اللي تحدث ضايحاً في نفسه وقت المحاضرة. وبرضو عانينا من النقل السريع اللي كان التحول السريع اللي سبب ضغط على سيرفرات المنصات. طبعاً من ناحية شخصية كانت تجربة جديدة جميلة جداً بالنسبة للدراسة الفعلية كطالب مع سهولة الأمر بحكم تخصصي الحاسب الآلي وممارسة دائمة في مجال الإلكتروني ووجود تطبيقات وعمل اختبارات في اللاين في السابق. وطبعاً بإذن الله أتوقع تطور موضوع التعليم الإلكتروني بسرعة شديدة مع وجود هذه الجائحة والاستفادة من التجربة وغيرها من أمور الدنيا. وفي النهاية أحب أشكركم جميعاً لهذا الاجتماع. كرر شكر لحكومتنا الرشيدة على عملهم الجبار الذي يخدم جيل بالكامل. وفقكم الله أمان الرحمن. شكراً. شكرا لك استاذ عبد الله. وكذلك استاذ عبد الله اضافه جيده لتجارب الطلاب ونقل الواقع، ومن خلال هذه التجارب نستطيع الحقيقه ان نقيم مستوى الاداء، وهذا حرص كذلك متابعه المستمرة والدعم الفني لكل من عضو والطالب والعملية التعليمية بشكل عام. الآن لعلنا في آخر 10 دقائق وما قبل الختام نستقبل أي استفسارات أو أسئلة حول المحاور التي طرحها الزملاء وكذلك تجارب الطلاب. من لديه استفسار يعطينا أو يكتب لنا في الشات تكرماً ونحن نطرح هذه الأسئلة على الزميل المختص. أي استفسار؟ أي أسئلة تريدون توجهونها للزملاء سواء الدكتور أمجد أو الدكتور حمد أو الأستاذ إبراهيم والأستاذ عبد الله؟ أكرر، هل من سائل يسأل حول هذه المحاور التي تحدث عنها الأستاذ أمجد والدكتور أمجد عفوا والدكتور حمد والطلاب المشاركين؟ احنا نحتاج الى الاسئلة. طبعا الشات شكر وثناء لكل من شارك. اشكركم. سائلا يسأل دكتور سعيد في سؤال في الشات. دكتور امجد، دكتور امجد تسمعني؟ نعم اسمعك سام تفضل. اليك السؤال هذا، كيف ممكن الجامعات تستفيد من دعم المؤسسات الحكومية لدعم عملية التعليم الإلكتروني؟ أعيد السؤال مرة أخرى، كيف ممكن الجامعات تستفيد من دعم المؤسسات الحكومية لدعم عملية التعليم الإلكتروني؟ تفضل يا دكتور.
ممكن الجامعات تستفيد من العملية هذه، من عملية دعم المؤسسات للجامعات أو للتعليم الإلكتروني عن طريق إتاحة فرص عمل أو تقديم دورات إلكترونية أو تقديم أبحاث أو عمل أبحاث، بحيث أن الأبحاث هذه تكون منشورة في مجلات أو مؤتمرات علمية، ويكون تطبيقها أيضا على أرض الواقع، ويكون لها اختبارات، بحيث أن الاختبارات هذه تحدد مستوى البحث أو مستوى العمل المنجز من قبل الجامعة. فهذا راح يطور فرص العمل، وراح يطور أيضا مستوى البحث العلمي بالجامعة. يعطيك العافية دكتور، وإجابة كافية وشافية بإذن الله. سائل يسأل: هل من الكفاءة الوظيفية أن يكون الموظف منتج للتقنية؟ ألا يكفي التفعيل والتطبيق؟ ألا يعتبر هذا مهارة ومجاراة للتطور التقني؟ السؤال أكثر من جزئية: هل من الكفاءات الوظيفية؟ أنا لا أعرف من الذي سيجيب حتى الآن، ولكن إن أحد منكم مستعد للإجابة، هل من الكفاءات الوظيفية أن يكون موظف منتجا للتقنية؟ أم يكفي التفعيل والتطبيق، يقصد كممارس؟ ممكن دكتور أن أجاوب على الجزئية الأولى، بعدين ننتقل للجزئية الثانية والثالثة. تفضل دكتور حمد، بارك الله فيك. تفضل يا دكتور. دكتور عندك بالنسبة للإنتاج، كان دكتور حمد ولا أمجد اللي كان يبغى يجيب؟ لا أمجد عنده مداخلة وأنا بعده. اللي سأل أن يجيب على الجزئية الأولى من؟ أنا أجاوب على الجزئية الأولى. بالنسبة للجزئية الأولى، نعم، في عندنا نوعين موظفين، موظفين أو رواد أعمال. ففي شخص منتج للتقنية أو مبتكر للتقنية، فهذا يندرج تحت الابتكار. فإذا الشخص يحب الابتكار أو مندفع للتقنية أو شخص يحب التميز، فهذا شخص لا يكفي استخدام التقنية. فاستخدام التقنية ممكن أي شخص، سواء تقني أو غير تقني، ممكن يستخدم التقنية. لكن الشخص اللي ينتج التقنية أو يبحث عن فكرة جديدة، فهذا شخص مبدع، يسمى شخص مبدع أو مبتكر. فهذا شخص تبحث عن جميع المؤسسات، تبحث عن جميع الشركات. فالأفضل من الشخص أنه يكون منتج وليس مستخدم. شكرا دكتور. ولكن برأيي الكفاءات الوظيفية على حسب الوظيفة. يعني لو كانت الوظيفة معلم، من وكذلك من جهود المنتجين الحقيقة، لأنه كما نعلم أن فريق أن التعليم الإلكتروني لا يعتمد على شخص ولا أشخاص، بل هو فريق مكون من مختص محتوى إلى مصمم إلى سبورت أو تقني بحث وهكذا. برضو تكملة للسؤال، أحد الضيوف أشار أن أغلب استخدام التقنية لدينا هو استخدام وليس إنتاج. أنا لا أعرف ما المقصود، لكن هذه أشرت لها يا أبو دكتور. تفضل يا دكتور حمد. هذه هي المحتوى الإلكتروني، الغالبية المعلمين المحتوى الإلكتروني إما مستخدم أو منتج، وغالبية المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس فهم مستخدمين وليس منتجين. كما ذكرت أن المنتج كما ذكرت أنت قبل شوية دكتور سعيد، أن إنتاج محتوى إلكتروني يحتاج إلى فريق عمل وليس إلى شخص واحد، يحتاج إلى مصمم، يحتاج إلى مبرمج، يحتاج إلى فريق متكامل لإنتاج هذا المحتوى. لكن حنا عموما وجميع المعلمين أو غالبية المعلمين فهم مستخدمين، مجرد أن نستخدم هذه أو هذا المحتوى، إلا فيما ندر ممكن حنا نصمم أو ننتج مواد تعليمية مختصرة أو صغيرة أو بشكل مختصر أو بشكل. لكن المحتوى الإلكتروني المتكامل هذا لا يصمم إلا فريق متكامل بمواصفات وبشروط وبتصميم باستخدام أحد نماذج التصميم التعليمي وباستخدام برمجية معينة ومراجعة وتجربة قبل أن ينزل للاستخدام. يعطيك العافية دكتور. لازلت أنتظر لمن أراد أن يسأل، وحتى يأتي سؤال آخر.
لدي سؤالا عندما ذكرت وهو موجه لسعادة الدكتور حمد، ذكرت أن المعلم والمقصود بها المعلم في التعليم العام وعضو هيئة التدريس لا يجلس أو لا يكون مكتوف الأيدي وعليه أن يتدرب بذاته تعلما ذاتيا، لماذا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ وهل يعني لا تؤيد بأن يكون للمؤسسات التعليمية مدربين وخطط تدريب لأعضاء التدريس حتى تكون هناك المساواة وفي مسألة كسب هذا التدريب؟ أنا أرى يعني أنك تحملنا ما لا طاقة لنا به في أن نتعلم بذاتنا، وهناك أصلا في المؤسسات التعليمية ممكن في عمادة التطوير والجودة ووحدات التدريب والابتعاث. أنا ما رأيك يا دكتور؟ لعلك تتراجع قليلا عن هذا المبدأ. لا دكتور لن أتراجع، لكن ولن أتناقض معك يا دكتور. أنا يعني معنى كلامي إن إذا لم يحصل دورات تدريبية، إذا لم يحصل دورة تدريبية لو أي جهة مثلا معنية بإقامة الدورات التدريبية، ما حصل هذه الدورات التدريبية، وخصوصا يعني في زمن جائحة كورونا الدورات التدريبية الحضورية هذه قليلة جدا وكانت في مجالات معينة. لكن إذا لم يحصل دورات تدريبية واقعية ومباشرة، فأنا لا أنتظر متى تقام هذه الدورات وأعطل نفسي وأعيش في، حنا الآن في عاصفة يا دكتور سعيد، هذه العاصفة إذا لم نمشي معها ستجتاحنا هذه العاصفة ونرجع إلى الخلف كثيرا. إذا كنا ننتظر أن المهارة تجي لحدي أنتظر دورة تدريبية، لا، أنا أقصد أن إذا ما كان هناك دورة تدريبية من الجهة اللي أنا أتبع لها فأنا لا أتوقف عند هذا الحد، إنما أسعى إلى تطوير نفسي تطويرا ذاتيا، تطوير من خلال التجربة مع زميل آخر على المنصة أو في برمجية معينة، أو عندي زميل مثلا متمكن في برنامج الون نوت أو في برنامج الفوتوشوب أو هي برنامج تعال ساعدني، ما زميلي ما عندي زميل فأنا أدخل على اليوتيوب وكثير من المقاطع والشروحات بما يعني يسهم في أنك تطور نفسك تطويرا ذاتيا. يعطيك العافية دكتور. شكرا لك دكتور، وشكرا لضيوف هذه الأمسية دكتور أمجد أدويش والدكتور حمد العضياني والطلاب إبراهيم بن عبد الله البعيز وكذلك الطالب عبد الله بن عبد العزيز المنيع. نحن في ختام هذه الأمسية ملزمون بوقت معين من إدارة المنطقة والمنسقين، لا يسعني لأني أشكركم فردا فردا وجزاكم الله خير ونفع الله بكم، ثم أني بكم وبكل من حضر أشكر للمنسقين هذا الملتقى وعلى رأسهم سعادة الدكتور الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الدكتور علي السيف، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز السياري، وكذلك دكتور عميد تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني الدكتور سعد الأحمري، والدكتورة وكيلة التعليم الإلكتروني الدكتورة أسماء الشهري، ومهندس هذا اللقاء والدكتور سلطان رفاع العتيبي. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتور سعيد. سعادة الحضور أيها الحفل الكريم، لقد تبنت جامعة شقراء تنظيم الملتقى الافتراضي الأول للتعليم الإلكتروني، والذي هدف إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية في دعم التعليم الإلكتروني، أيضا تسليط الضوء على التحول النوعي نحو التعليم الإلكتروني بجامعة شقراء.
استشراف مستقبل التعليم الإلكتروني في الجامعات والمملكة العربية السعودية، الوعي بالدور الأكاديمي والمجتمعي لإنجاح التعليم الإلكتروني، عرض التجارب المحلية والرؤى في مجال التعليم الإلكتروني. وشهد ملتقانا مشاركة خبراء ومختصي التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، وتخلل الملتقى أكثر من 10 متحدثين ناقش خلالها المختصين على مدار 3 أيام 3 محاور رئيسية. اليوم الأول: التحول نحو التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية. اليوم الثاني: عناصر العملية التعليمية ودورها في التعليم الإلكتروني. اليوم الثالث: التعليم الإلكتروني الفعال. نشكر كل الشكر سعادة رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف على رعايته لهذا الملتقى، كما ونشكر وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ممثلة بالدكتور عبد العزيز السياري على تنظيمها لهذا الملتقى. كما يسرنا في هذا المقام أن نشكر كل الشكر شركاء النجاح لهذا الملتقى ممثلة بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني. شاكرين لكم جميعا حضورنا الكريم، تواجدكم معنا خلال ملتقانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.